للأمانة أنا أسف جدا أني بدي أحكي عن هذا الموضوع، لأنه الإنسانة اللي بدنا نحكي عنها هي إنسانة غالية على قلوبنا. كان في تواصل بفترة كبيرة بيننا كلقاءات وكحوارات أجريتها معه. للأمانة أنا متأسف أنه صار هيك، وللأمانة متأسف أكثر على العنوان يلي رح أخبركم عنه هلأ، يلي هو الفنانة هلا يماني ترتدي الحجاب على تيك توك. طبعا بدي نوه كمان انه اي شيء رح اذكره انا هلا بهذا الموضوع هو انتقاد، ومن حقنا ننتقد طبعا مع كامل المحبه والاحترام للفنانه هلا يماني، ولكن اليوم انك تطلعي ترتدي الحجاب على منصه اسمها تيك توك. هاي المنصه اللي اسمها تيك توك هي معروف شو احيانا الاشياء اللي بتطلع عليها، ما طبعا ما عم نقول انه كلهم سيئين، ولكن هي منصه فيها اغاني ورقص و و و و و والجميع احرار. هاي نقطه كتير مهمه نبلش فيها. بس اليوم واضح، يعني هو واضح انه لما رح تطلع فنانة مشهورة شغلة مرايا عندها كتير ادوار مهمة ترتدي الحجاب وتعتزل الفن على تيك توك حيصير ترند، يعني واضح. فالموضوع ما بنعرف اذا كنتي اصلا او مو اصلا، اذا حابة هيك واصلا وبتقدري تقولي انه انا اصلا عاملة هيك كرمال يصير ترند، فا اوكي هذا حقك، وكمان رح تنتقدي عليه. فهذا الشيء اللي عم نخبر عنه الناس، انه ليش؟ يعني شو السبب؟ يا ريت كمان توضحينا. يعني انا اكيد رح اتواصل بالحلقه الجايه مع الفنانه هلا يماني، ولكن ما حبيت اتواصل معك للامانه كمان بهي الحلقه، وهي عم اقولها بصريح العباره، لانه شفت انك طلعتي عملتي لقاءين، وهدول اللقاءين كانوا بعد ما طلعتي اعلنتي عن اعتزالك الفن وارتدائك الحجاب عبر منصه تيك توك. فالفكره كلها ككل انه نحن عم نعمل بروباغندا معينه للموضوع، وهذا الواضح. يعني نحن ما في تفسير او تبرير تاني الا هاد. واليوم انه نطلع بلقاء صحفي يا استاذة هلا ونحكي عن حالة انه انا ارتديت الحجاب وصل لي سنتين بدي ارتدي الحجاب، وانه الفن مو حرام، فيعني شو اللي بدك؟ يعني ليش قلتي بدي ارتدي الحجاب؟ مستغرب جدا للامانة الموضوع. في كتير نجمات بمصر اعتزلوا الفن وارتدوا الحجاب وبعدوا، خلص بعدوا عن الأضواء تماما، بعدوا عن الأضواء تماما. ففكرتك إذا كانت مغايرة أو في سبب تاني يا ريت نسمع التوضيح منك. طبعا كمان بالمقلب الآخر، الفنان يحيى بيازي لما يطلع وينتقد ارتداء بالأساس للحجاب، طبعا نحن كل كلامنا ما هو انتقاد لارتداء للحجاب، هو انتقاد عن الأسلوب يلي أعلنت فيه عن ارتداء الحجاب واعتزال الفن، بأنه هو أسلوب واضح أنه رح يصير فيه ضجة من وراء، لأنه كلمة فنانة واعتزلت وحجاب كلمات ترند بالنهاية. الفنان يحيى بيازي لما يطلع ينتقد أنه هي لبست الحجاب أساسا، فلا معلش، يعني لأي حدا سواء الفنان يحيى بيازي ولا أحد ما دخلك ببساطة. يعني هو الموضوع حرية شخصية، واليوم انت في كتير اشياء ممكن تكون تعملها، ممكن لك لا تعملها، بس بالنهاية هي حرية شخصية. طالما هي لا اذتك ولا قربت عليك ولا ضرتك بشي، حقك تبدي رأيك، بس مو لدرجة الا اعملي ولا تعملي. فاليوم بالمقلبين الموضوع زاد عن حده، وطرح هيك موضوع النقاش فيه على تيك توك هو بحد ذاته امر مثير للجدل. فننتظر توضيح من الفنانة هلا يماني، ليش أعلنتي هذا الكلام على تيك توك؟